ثم أنه قال ولست بخيركم، وهو خيرهم، لكنه تواضع منه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. وهذا منهج أصيل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. المطلوب من الحاكم أن يحسن، لكنه قد يخطئ وقد يجتهد فلا يصيب الحق. فهنا يأتي دور المحكومين، دورهم أنهم يعينونه، لا يتفرجون، وإنما يعينون. إذا رأوا الصواب أعانوا عليه، وإذا رأوا الخطأ فمن واجبهم أن يدلوا حاكمهم على هذا الخطأ ويبينوا له الحق. ثم قال الصدق أمانة والكذب خيانة. بعض الناس لما يقرأ مثل هذه الخطب يعني كان كلام ماشي هكذا يرمي مواعظ، هي ليست مواعظ، هي منهج في الحكم. الصدق أمانة والكذب خيانة، يعني لن أكذب عليكم، لن أستعمل إعلاما مزيفا، سأخبركم بالحقائق دوما، هذا منهجي في التعامل معكم، أني سأكون صادقا، لأن الصدق أمانة حملني إياها الله عز وجل أن أكون صادقا معكم. انظروا إلى هذا المنهج العظيم للحكم، أنه سيعطيهم الحقائق لا تزييف فيها ولا خداع. ثم قال والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه الحق إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى. إذن أيضا منهج في التعامل في الحقوق والواجبات، إن ما في إنسان بسبب مكانته، بسبب عائلته، بسبب صفة معينة لديه، بسبب أمواله، سيكون له مزايا خاصة في التعامل. لن يكون هناك مزايا خاصة في التعامل، وخاصة إذا صارت القضية قضية حقوق، فالإنسان الضعيف سيأخذ حقه، والإنسان القوي سنأخذ منه الحق. وهذا منهج عظيم في العدل بين الرعية. ثم قال لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. أيضا مرة أخرى هو لا يخبرهم أخبار ويعطيهم مواعظ، هو الآن يؤصل منهجه في الحكم. ماذا يقول في هذه الكلمات القليلات؟ يقول سأتولى أمر الجهاد وسأستمر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لأن عندي قناعة أن الذي يترك الجهاد يذل. فإذا لابد من الاستمرار في الفتوحات، لابد من الاستمرار في أمر الجهاد. فهو يؤصل هنا منهجه في هذه القضية أنه سيسير على أمر الجهاد. ثم قال ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أيضا ماذا يقول هنا؟ يقول أن قضية الأخلاق من أولوياتي، قضية الأخلاق ستكون مسألة صارمة عندي في منهجي في الحكم. فإذا منهجي في الحكم سيكون أني سأشتد في أمر الفواحش، لن ألين، سأكون شديدا على أمر الفواحش. ثم قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. إذن المرجعية في الحكم، الدستور ما هو؟ من الفاصل بيني وبينكم؟ ما هي المحكمة الدستورية التي سنلجأ إليها عندما أختلف أنا وإياكم؟ المرجعية هي كتاب الله تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله هما الحكم. إذن أي أمر أأمر به يتوافق مع الكتاب والسنة أطيعوه، أي أمر أأمر به لا يوافق الكتاب والسنة يختلف مع الكتاب والسنة سنعرضه على الكتاب والسنة، إذا وجدناه مخالف هذا هو حكمنا الدستوري. حكم الدستوري عندنا أننا سنلجأ إلى الكتاب والسنة، وعندها إذا وجدنا مخالفة لن نطيع. سبحان الله، ما هذه البلاغة! وضع حكما دستوريا، حدد منهجا عسكريا، حدد منهجا أخلاقيا، حدد منهجا عدليا، حدد العلاقة بينه وبينهم، حدد منهجا إعلاميا، في كلمات قليلات. اسمعوها مرة أخرى باختصار أيها الناس
فإني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه إن شاء الله تعالى، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق إن شاء الله تعالى. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. خطبة ما أخذت معنا في قراءتها دقيقة واحدة، ومع ذلك هي منهج كامل في الحكم، رضي الله عنه وأرضاه ما أعلمه وما أفصحه وما أبلغه. ومن أوائل الأمور التي تولاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه تحريك جيش أسامة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجهز أسامة مع جيشه للتحرك نحو مؤته، لكن أسامة ما أراد أن يتحرك حتى ينظر ماذا يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظل الجيش الآن مخيم قرب المدينة، واحتار الناس ماذا يفعلون. كانت آخر بعوث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتشر الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأخبار من أنحاء الجزيرة أن الناس قد رفضوا الإسلام، وبعضهم ظل على الإسلام لكنه رفض الزكاة. فهنا بدأ الخبر ينتشر وينتشر، وتأتي الأخبار العظيمة. جاءت الأخبار بارتداد كل جزيرة ما عدا ثلاث مدن. ثبتت مكة بثبات لبيد، وكان شاعرا خطيبا، أسر مع الكفار يوم بدر، كان مع الكفار يوم بدر أسر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أقطع عنقه. شاعر خطيب يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام كأنه محطة إذاعة متحركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر. فعمر متضايق منه، يخشى أنه لو أطلق هذا الرجل يظل يسب في الإسلام. فقال: يا رسول الله، إذن دعني أكسر أسنانه حتى ما يخطب فينا. فقال: دعه يا عمر، لعله يقف موقفا لا تذمه. وفعلا لما تحدث الناس بالردة في مكة وفر أمير مكة خايف أن الناس تقتله، وقف لبيد فقال: والله ما أسمع أحدا يتحدث بالردة إلا قطعت عنقه. وظنوا أن وراءه عدد كبير، ما كان معه أحد، فخافوا. فثبتت مكة بثباته رضي الله عنه، وثبتت الطائف رغم أنها من آخر المدن إسلاما لكنها ثبتت ولم ترتد. وطبعا ثبتت المدينة، وطبعا أنفار قلائل متفرقين في أنحاء الجزيرة، لكن الناس ارتدوا. نجد الإحساء، البحرين، لما يقال البحرين يقصد بها البحرين وقطر والمنطقة الشرقية من الجزيرة، هذه كلها تسمى البحرين. وارتدت عمان، وارتدت اليمن، وارتدت كل أنحاء الجزيرة ارتد إلا هذه الثلاث مدن. فهنا جاء عمر رضي الله عنه وأخبره بالخبر، قال: يا خليفة رسول الله، يخبر أبا بكر الصديق أن العرب قد ارتدت على أعقابها كفارا كما قد علمت، وأنت تريد أن تنفذ جيش أسامة. يريد أن ينفذ جيش أسامة، من سيحمي المدينة بعدما ارتدت العرب؟ من سيحمي المدينة؟ أسامة بن زيد كان قبل هذا قد حدث عمر، قال له: ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس. كان الجيش بدأ يتحرك، فإن معي وجوه الناس، يعني سادات الناس، ولا آمن على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخطفه المشركون. فعمر بن الخطاب الآن يريد أن يقنع أبا بكر الصديق بإبقاء جيش أسامة ليحمي المدينة. يا خليفة رسول الله، إن العرب قد ارتدت على أعقابها كفارا كما قد علمت، وأنت تريد أن تنفذ جيش أسامة.
وفي جيش أسامة جماعة العرب وأبطال الناس، فلو حبسته عندك لتقويت به على من ارتد من هؤلاء العرب. فهنا يرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالرد العظيم تأصيلا لنفس المنهج: والله لو علمت أن السباع تجر برجلي ما رددته ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر وقال: إن الأنصار طلبوا مني أن أبلغك، يطلبون منك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة، يعني على الأقل هذا الجيش الوحيد الذي عندنا يتولاه واحد حكيم خبير في الحروب، ما يتولاه واحد عمره 18 سنة. فوثب أبو بكر وكان جالسا وأخذ بلحية عمر وقال: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه. شوف المنهج، الثقة الكاملة، الثقة الكاملة بقرارات النبي صلى الله عليه وسلم، باختيارات النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عمر وقال، قالوا له: ماذا صنعت؟ قال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم، يعني جبتوني مصيبة، ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتد الأمر فيه احتيار، فجاء عمر قال: يا خليفة الرسول، نخشى على أمهات المؤمنين. قال: يا ابن الخطاب، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. شوف سبحان الله انقلبت المواقف، احنا نعرف عمر شديد ونعرف أبو بكر لين، سبحان الله الآن انقلبت المواقف، صار عمر هو اللين وأبو بكر هو الشديد.